هذا مشروع إنساني اجتماعي لذوي احتياجات خاصة، وكما قلت جاء في هذا المكان استراتيجي، وهو كيشمل على عدة مرافق. وكما سبق لنا أنه خدينا بالمعايير والاستشارة مع الجمعيات اللي كتهتم بهذا الشأن هذا، واللي فعلا جاوا وعطاو اقتراحات ديالهم السيد المهندس ولا السيد المقاول، واللي خداو بعين الاعتبار ديالها باش كل الولوجيات يعني في صالح المعاق لا المرافق. ولهذا فهو كيشمل على عدة يعني مرافق كلها غتكون في خدمة لهذه الفئة من المجتمع. جمال قرقوري مهندس معماري من مدينة القنيطرة، احنا اليوم في صدد زيارة مشروع المركب الثقافي والمسرح لمدينة القنيطرة اللي كيتنجز في وسط المدينة. هذا المشروع اللي عنده واحد الأهمية كبيرة، لأنه عطى سيدنا الله ينصرو الانطلاقة ديالو، وكان حسلين الشرف التقديم من هذا المشروع لسيدنا، وكيحضى هذا المشروع واحد العناية سامية. يعني لحد الآن حنايا قربنا إن شاء الله نكملوا الأشغال، دونك لي غروز أوفر سون 91% كملناهم، وأوني أون فاز فينيسيون، إي لي لو تكنيك سون ديجا بريسك فيناليزي. دونك هذا المشروع هذا بحكم الأهمية ديالو، الناس في مدينة القنيطرة وسيرتو لي زارتيست كيتسناوه يعني بفارق الصبر، نقدروا نطمئنوهم اليوم بهذه الزيارة اللي ديال المجتمع المدني، انهم شافوا يعني المشروع من الداخل وشافوا لو دوغري دو كومبلكسيتي ديالو. لان هذه المشاريع في هذا الشكل في الاول كتكون الدراسه، ملي كنبداو فيها كنبداو نتعمقوا وكنواجهوا واحد العدد ديال الامور التقنيه اللي خصنا نلقاو الحلول ديالها. وهاد المسائل هذه طلبت لنا واحد شويه ديال الوقت، لذلك نطمئنوا سكان مدينة القنيطرة والفنانين مدينة القنيطرة والفنانين بيان سور ديال المغرب كامل، لأنهم غيجيو يعرضوا لي سبيكتاكل ديالهم عندنا. نقدروا نقولوا اليوم غنكون عندنا إن شاء الله المشروع في المستوى المغربي والمستوى الدولي. بالنسبة للمشروع اللي غيديروا إن شاء الله كلشي عارف الموضوع. ألوغ حنايا دابا عندنا حتى لآخر هاد السنة هذه، يعني خصنا نورمالمون نكونوا وصلنا قربنا للنهاية ديال المشروع، لانه بحكم لي زونغاجمون ديالنا مع صاحب المشروع لازم اننا نكملوه في هذه المده هذه. هذا المركز كيتعلق الامر بمركز خاص بالنساء في وضعيه صعبه. ايوا النساء في وضعيه صعبه كما هو الحال بالنسبه للمركز الاخر. كنا درنا واحد الزياره لمجموعه المراكز وحاولنا نستافدوا من البرامج ديال المدارس وطريقه التسيير وتسميتو، وتبلور واحد البرنامج اللي تيلبي الخصائص اللي مطلوب في هاد المجال. هذا البرنامج ديالو كيتكون من واحد مجموعه النقاط. الشق الاول هو المجال الاداري، هناك مكان خاص بالمدير تاع المركز بالكتابه ديالو، وبواحد المكتب خاص بالجمعيات المسيرة، الجمعيات ولا التعاون الوطني. بالإضافة لهذا المجال الإداري، وهناك قاعة الانتظارات مختلفة، يقدر يكون فيها حفلات، يقدر يكون فيها تكوينات، يقدر يكون فيها أشياء مختلفة اللي المركز يوفرها للزوار ديالو. دونك هاد قلتها هي قاعة دعم بالنسبة للناس اللي مازال في سن مدروس وتحتاجوا واحد الدعم. نقطه مهمه هذه، حنا في البرنامج باش كنا تنبلور البرنامج ديال المشروع كنطرحات هذه نقطه الايواء. الايواء الاشكال ديالو هو ان خاص مصادر ماديه اللي غيوفروا مجموعه ديال المسائل. خاصنا الحراسه بعدا، خاصنا اللي غادي يطبخ لهاد الناس هادو. الا كنا غادي نديروا الايواء خاصنا الفطور والغداء والعشاء. دونك هاد المصاري هاد المسائل هادي ادت بالناس اللي متدخلين في المشروع باش يقولوا بان الايواء ما غاديش يكون في هذا المركز، يقدر يكون في مركز من المراكز الاخرين، لان المساحه ديالو غير سامحه
باش يقدموا الايواء بالاضافه للانشطه ما كافياش يعني بالنسبه للايواء يقدر يكون مشروع اخر مشروع مستقبلي نعم متكامل دابا هذا الفكره ديالو اللي في وضعيه صعبه وعنده اشكاليه دابا وخاصه مساعده مباشره مستعجلة. يمكن ليه يجي مستعجل يجي لهذا المركز هذا بسم الله الرحمن الرحيم ترحبوا بالرجال الاعلام وبصفتي مسؤول على الملعب دوري تنشكر السيد رئيس مجلس البلدي والمكتب ديالو اللي حقيقه قايمين بدور كبير وكبير كبير انه من في هذا الدستور ديال 2011 شنو كاين كاين من المسائل ديال هو رفع قطاع الرياضه والمجلس البلدي سير واكب هذا الحدث ومن هاد القطاعات اللي هذا هو القطاع الرياضي وديال الترميم وتوسيع اعاده هيكله الملعب البلدي انا يعني دابا شفتوا راه الشطر الاول راه تنجز انا القيمه الماليه ما عارفش باش هذا ودابا حنا دابا الشطر الاول والثاني تنجز دابا راه حنا في الشطر الثالث الا لاحظتوا راه تهدم تم ديمونيسيون ديال لي بيلوز ديك المنطقه المكشوفه راهما تهدم على اساس ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يتعاود الاعاده ديال البناء ديالو وفي غضون واحد سته ديال الاشهر اخرى غادي تهدم هاد البناء التريبين على اساس من هنا ما عرفش انا المده لان المده هو السي العروسي وماكو هو تقني هو السي العروسي هو اللي يقول لكم هادشي اللي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعشركم مبروكه رمضان كريم ان شاء الله المشروع ديال التهيئه ديال الملعب البلدي كان بشراكه بين جامعه القنيطره والجامعه الملكيه لكره القدم ووزاره الشباب والرياضه وزاره التجهيز كانت عندها لا ميتريز ديليغي يعني هما اللي كيبنيو نعم ما كانش عندهم مساهمه ماليه المساهمه الماليه كانت عند الجامعه المحليه وزاره الشباب والرياضه والجامعه الملكيه لكره القدم الشطر كانت فيه كانوا فيه لي تروا بارتو هنا الشركاء ثلاثه اللي كانت فيه هذا المدرجات المدرجات الجهه اليمنى والجهه اليسرى اللي من العين هذا الاشطور بجوج انتهوا هذاك الشطر ديال المباني كانت فيه الجماعه اللي كانت ساهمت بواحد التكلفه ماليه ديال بيناتهم جوج كانت واحد 64 مليون ديال الدرهم بين هاد المدرجات اليمنى واليسرى الشماليه والجنوبيه وبالنسبه للابلوز الارضيه كانت تكلفت بها الجامعه الملكيه لكره القدم حتى الان مازال هما هما ديما باقيين مكلفين في لونتروتيان وحتى هاد المدرجات راهم باقيين في لو ديلي دي غارونتي يعني داروا لهم لي ريسبسيون بروفيزوار مي لي ريسبسيون ديفينيتيف غيكونوا في الشهر الجاي ولا او بليتار كاع واحد الشهرين يديروا لي ريسبسيون ديفينيتيف العمارتين بجوج هاد العماره وهاد العماره هذيك العماره نورمالمون كانت خاصها تكون لهيه نعم الجهه اللي ملهيه الا ان تعذر علينا حيت غادي نريبوا داك البلو داك لافر رديناها في البلان بدلنا البلان ورديناها ليه اون اتوندون باش في هذا الشطر هذا كان الشطر الاول ومعه البلوز والشطر الثاني هو هذا لي تريبيون برينسيبال والبلوز كما كيعيطوا عليه لو بلوز هادو المهندس الصفقه ديالهم تمات حاليا تمات الاشغال ديال الصفقه ديالهم بواحد القيمه ماليه ديال واحد 96 مليون ديال الدرهم زيد عليها لي زيتود ديالها وكذا غادي توصل حتى لواحد 100 ولا 110 مليون ديال الدرهم هي 11 مليار ديال هاد الجوج وتبقى واحد الشركه راه كاينه كان عندهم شي مشكل في لي زيتود راهم كيريتابليو ويعاودوا لي زيتود ديالهم حيت داروا لي تيراسمو باقي غادي يجيو عاد ثاني يريبوا هذا غادي يريب ان سيستم حتى هو راه غادي يريب ويبقاو يخدموا من لهيه ومن لهنا بجوج مجموعه التكلفه هذا كلشي كلشي ب 100 وهادو ب 60 وهذا ب 20 مجموع 64 و 20 هي 84 في 100 هي 184 284 درهم ديال الدرهم هي 28 مليار اللي غادي تصرف هنا في الملعب كاملا فيصبح جاهزا كاملا لا باقي هذا غير الاشطر الاولى الشطر الثالث
هو لاميناجمو اكستيريور حتى هي الخارجيه فينا اللي فيها لي باركينغ وفيها الاخر هي اللي غادي تدخلوا حيت كنديروا ترونش بار ترونش هاي غادي دير هذه واخا تبغي بحال هذا بين غادي ما يكون انتوشابل راه درنا لاميناجمو اكستيريور هذا اللي من هنا اللي قريب ليه دار له لاميناجمو اكستيريور مي الباركينغ ديالو غادي يدخل في هذا الباركينغ ديال هذاك اللي من ليه غيدخل يدخل في هذا في هذا الاشطور ولكن هذا الباركينغ وديزاميناجمون اخرين بواحد واحد القيمه ديال واحد 40 مليون ديال الدرهم اخرى ديال لاميناجمون اكستيريو فيها لي باركينغ ولا